انت بتعملي ايه؟ هو انت فاكراها يا خزنه؟ دي حيالله تلاجه معفنه، خايفه الحراميه يسرقوها؟ انا عايزه اسال سؤال. انا اقفل التلاجه بالقفل، اقلبها تلاجه كازوزه؟ انت مالك؟ مالكيش فيه؟ ما تستمحي ولا صبحة جل. انا كم مره قلت لك تتكلمي بطريقه ارقى من كده؟ بعدين انا مش بقول لك كده علشاني، انا بقول لك عشان خالتك المسكينه بتقعد طول اليوم جعانه، وبعدين تقعد تصوت وتلم علينا الناس وتفضحنا. برضك مالكيش فيه، خالتي انا وهتفضحنا انا، انت بس بطلت تحشري مناخيرك في كل حاجه. لا مش خالتك انت لوحدك، خالتي انا كمان قدام الناس يعني. ايه خالتك ده مين؟ اروح خالتك انت هتمسحي فينا ولا ايه؟ ده انت حاله مستاجره عندنا اوضه مفروش. وبعدين بقول لك ايه، احنا كده عندنا نظام، انا عامله لها البطاطس المهروسه بالبيض بتاعتها وشايله لها في قلب النمليه، هي منين ما بتجوع تروح تاكل من النمليه؟ من ايام امي الله يرحمها واحنا على كده. نمليه ايه وقرف ايه؟ هو في حد اصلا ياكل من حاجه اسمها نمليه؟ ما تتبطي بقى على الصبح، خليني انزل اشوف اكل عيشي، مش قلنا كفايه وشك الحلو قدامك السعد؟ يا حبيبتي اللي بيحصل لك ده بسبب البلطجيه والعشوائيه اللي انت عايشه فيها. يا هتعمل لي فيها ملامس الحديد على الصبح، انا ناقصه عايزه بطاطس من النمليه. انت يا بني ادمه يا مجنون، تقفلي الباب عليا وبتحبسيني ليه؟ سندس لو خرجت بتوه ما بنلاقيهاش. هتخرج ازاي بس وانا موجوده؟ انت مخك ربنا خلقهولك ليه؟ مش بتفكري؟ بطلي غلب احسن اقسم بالله، ارجع ظروفك دماغتك تامي بقيه اليوم. بقول لك ايه؟ انا بعمل لك نسخه ابعتها لك بس بيسك عليها، اوعي تغفلي عنها احسن تفتح وتخرج، وبيخلي بالك من المفتاح، اوعي تضيعيه، حطيه في صدرك. حطيه في صدرك؟ ايه الالفاظ المعفنه دي؟ يا بنت انت يا اللي ماشيه حلوه. حاضر يا سمر. نعم. انت بايده كده ليه يا اختي؟ ميرسي، متشكره قوي يا سمر. انا جعانه. طب اعمل لك ايه؟ عايزه اكل. ما بعرفش اعمل اكل. لا بطاطس بالزيت. وهي فين البطاطس بالزيت؟ في النمليه. والنمليه دي فين؟ النمليه في السرير. اهو الاكل اهو، كولي. اكليني انت بطاطس بالزيت اهي. اكلك انا؟ قلت كتير. حاضر حاضر، تفضلي. الله الاكل حلو قوي من ايدك. ده كوريا سايبهولك. لا انت اللي عاملاه. خلاص زي ما تحبي، انا اللي عاملاه، المهم عجبك. الله بالهنا والشفا. سعد بيحب البيض. سعد مين؟ ابني. طب قومي اعملي له بيض. انا اخلص اكل بس واقوم اعمل له بيض. تفضلي. وحننزل نخرج. نخرج نروح فين بس؟ نجيب حلاوة. مش هينفع نخرج، انا هحط لك حاجة تفرجي عليها في التلفزيون وادخل انا انام. تلفزيون؟ لا لا تنامي. لا اخرج اخرج. مش بره. هينفع نخرج يا سندس. لا ينفع ينفع، ماليش دعوة ماليش دعوة. طب بتعيطي ليه بس؟ عايز اخرج. طب اجيب حلاوة، حلاوة بالسوداني. يا ربي. طيب خلاص خلاص، تعالي ما تعيطيش، تعالي خلاص هخرجك وامري لله. يلا يا سندس. اموت انا واعيد السنه. فايبريشن عليا، طلع فايبريشن. مزه مزه. يلا يا سندس. شفتي يا اخت البيت ماشيه ولابسه وبتترقد زي بتوع السيما بالظبط؟ عشنا وشفنا فيكي يا بطن البقره. اقطع دراعي من هنا، ان ما كان ورا البت دي ان بس انا بقى مسيري اعرفها. ام سوق، ما شفتيش خالتي والنبي؟ خالتك؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ خرجوا راحوا فين؟ دي واحده ما تفهمش حاجه والتاني ما تعرفش حاجه في المنطقه، ما تتخيرش عنها، يكون راحوا فين يعني؟ واحنا ايش عرفنا يا اختي؟ هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع ام سوق دلوقتي. ايوه هي بتكلمني. ما اعرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجه مع جمالات دهيت وجمالات وجوزها كده، لرامت لا سلام ولا كلام. والله عسل عسل على فكره اللي انتوا بتعملوه ده عيب، دي مش اخلاق اولاد الحاره المصريه الجدعان. يلا اقعد يا ابني المفتوح، منك ليه من هنا؟ مش معقول يا كوريا. انتي انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره، لينا بيت يلمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. على فكره انا ما كنتش نازله اتفسح في الحاره ولا اعمل شوبينج، انا نزلت عشان سندس كانت عايزاني انزلها. عشان مين يا اختي؟ سندس؟ وانت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها. هقاهو. لا يا حبيبتي انا هنا ما عنديش حر. حره دي هناك عندكم في الكامباود، لكن عندي انا هنا انا حره، يعني انا لا مؤاخذه. فاهمه يعني ايه؟ وما شفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لامه علينا الاسود ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي،
ضربه لي استريشته وبلوزه بامبا. يقول على مسكنه مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تقولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي. ما ده سمعت وهي بس وحياه سعد ان مسكته لقوم انصل عليك وشبشب. استني انت خالتي دلوقتي والنبي. لا يا نغة هتسمحيلي، هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لحد قال علي ولا عاد علي واللي يفتح بقه علي احشغله بشبشب. مستحيل مستحيل السوقية والقرف اللي عمالين نقطه منك. ايه احشغله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئة دي؟ بصي هقولك على حاجة، أنا مستحيل أتكلم مع واحدة فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابة اللي انتي فرحانة بيها دي أنا قاعدة فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزة حوار معاكي. تعالي هنا، فلوسك ايه يا أم فلوس؟ انتي زهقتيني بفلوسك يا أختي اللي كل شوية فلوسي فلوسي فلوسي. مش شكرين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجة، اللي هيشيله ويحط عليك يا بعيد ده، انتي داخلة عليا بالمرض والخراب. بقولك يا بت، انتي مين اللي زقك عليا يا بت؟ ها أنا عايزة أفهم. ما هو أنا أخلص عليكي هتخلصي عليا؟ هو انا كنت ناقص عم فهم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فهم كفيني وناقص اوزع منه على الخلق كمان. دي حاجه تقرف يا شيخ، البنكر قال وفالك. انا عايز ارجع بيتي وقطي، عايز ارجع لحياتي القديمه. انا مش بس نفسيتي تعبت هنا، لا انا شعري اصطف من الميه بتاعت هنا، بشرتي اشفت، ضوافري اتكسرت، انا حاسه ان انا هقعد هنا للابد. والله العظيم يا دينا انا كل يوم بفكر ان انا انزل القسم واسلم نفسي عشان اخلص من العيشه الزفت دي. انت اتجننتي ولا ايه يا هايدي؟ ما تعالي بقى وديكي شايفه نادر مش ساكت ومهتم ازاي. ممكن بس ما تقلقيش جولي، ما شفتيش فرده الشبشب بتاعي؟ شبشب ايه وزفت ايه؟ انت ازاي تدخلي الاوضه من غير ما تخبطي او تستاذني؟ اوضتك اوضتك ده مين يا حلاته؟ ثم تعالي هنا، انا اخش في اي حته في بيتي بشوق وقت ما يهفني المزاج. الا تقولي اوضتي وما اوضتي يا اختي، انت رخره كده، ابعدي كده عنها اهو. انا خبط ايه ليه؟ ان شاء الله ادخل دوره الميه. شايفه الاشكال اللي انا عايشه معاها؟ شايفه القرف اللي انا فيه؟ انا اتبهدلت يا دينا وتهنت. معلش يا هايدي بس، معلش استحملي بس شويه. استحمل ايه بس؟ انا خلاص مش قادره. وبعدين بابي وحشني قوي، عمري ما كنت متخيله ان انا لو غبت عنه هيوحشني بالشكل ده. طيب ما انا ممكن اقول لنادر واكيد هلاقي طريقه اتقابلوا بيها بعض. طب عشان خاطري قولي له، وانا برضو حاسه ان انا محتاجاه قوي. وانت كمان يا دينا ما تبعديش عني، انا خلاص ما بقاليش حد غيرك. يا حبيبتي كلميني انا في اي وقت، بس طول ما محمد هيبقى في البيت هبقى قافله التليفون ده عشان بس ما اعرفوش. يا هايدي ماشي خلاص. انا نازله اشوف اكل عيش. بقول لك ايه، مطرح ما احطك ارجع الاقيك، انا مش ناقصه مخمضه وراكي وانت دايره ترمحي مين وشمال. مخضمت ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، ما تكلمينيش بالطريقه دي ولا اقول لك ما تكلمينيش من اصله. انا مش طايقه اشوفك، انا مش طايقه نفسي اصلا. بصي انت واضح انك ما تعرفيش بتكلمي مين. ما خلاص بقى يا انسه كوري، ما يصحش كده. انسه مني يا اختي؟ صلح اللي عايش فيك. بقول لك ايه، عقلي صاحبتك احسن، اقسم بالله العظيم ارجعها لكم لو تنفع طبله ولا طاق. الانسه ايه ده؟ ان شاء الله تعملي حوار في التلفزيون. لا انا خلاص انا مش هقعد في المكان ده تاني، انا عايزه امشي معاكي فورا. انا مش فاهمه البت يعني كوريا بتعمل كده ليه؟ هتاكل البيت وهتطفشها، اعوذ بالله من نسويه. اهي بلاوي بتشيل بلاوي، ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. ايوه يا اختي، ويطلعنا منهم زي الشعره من العجين. اما اطلع اشوف في ايه. انت واحده مقرفه وبيئه وشرشوحه. انت لو عندي في البيت انا استحاله اشغلك شغاله تمسح البلاط باخلاقك المعفنه وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنه مع المجرمين وقتالين القتله ولا اقعد يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغاله يا بنتي يا بارده يا سيد غنتي؟ بقول لك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي. انا قدمك على شبابك بقيت عمري، عاوزه تغوري من انا ازح واتساك. انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا دينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه، والله قلبها زي اللبن الحليب، هي تطلع 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 وتنزل تنزل تنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت التقفيصه بتاعتي، نشرب كوبايتين شاي وبعدين بعد كده نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا اصل يطلعها وينزلها يا ام سوكا، انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي واعمل لها شوب على النبي يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل، اساليني انا يا اختي. سيبيني سيبيني خليني اتفاهم مع البنت وافهم. يا رايح يا انتوا ايه؟ هو انتوا ايه؟ غير
حد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي. احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع، فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. قابلنا ست كركوده في وشنا فلميناها. خارجه نفسها ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا بارده؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضينا مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض. انت ايه اللي حصلك يا ولية يا تاني؟ تتلمي يا بنتي يا كوريا. ما تتلمي يا بنت، جرى ايه؟ هيجي علينا كده ليه يا اختي؟ اتلمي يا بنت اتلمي. كل الحكاية انا اخد الستتين الحلوين ده هم نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا فيها. ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ اه نشوفه في خرجتك انت وهي قادرة الكريم. شوفي ايه اللي تلاقيه. خش يا بنت عليكي خرجتي يا دي البنت اخصى عليكي. شفتي يا بنتي يا نوال قله الادب بتاعت البت كوريا؟ تعالى يا بنت نشرب كوبايتين العناب. ان شاء الله تنشقوا انتوا الجد في معاميع مصارين قلبكم.